أسود نعم فليكن، لكن يأكلها البشر يعني مصيبة. مراسلنا محمود عمر من الفيوم. محمود أهلا بيك. أهلا بيك يا زويل. محمود، معايا الكابتن مدحت كوتا وبيقول إحنا بناخد هذه اللحوم للأسود، فأنا بقول له بس ما عنديش أدلة إنه جزء كبير من هذه اللحوم، لحوم الحمير، تذهب إلى معدة البشر، إيه الضمانة يعني؟ الفيوم كيف تتعامل مع هذه القضية؟ الحقيقة القضية كحديث الساعة في الفيوم النهاردة يا سوائل، لما توجهنا للمزرعة بصحبة قوات مباحث التموين وقوات مديرية الأمن، الحقيقة الأستاذ مدحت بيقول إن الأرض على طريق أسيوط الغربي، الأرض مش على طريق أسيوط الغربي، الأرض موجودة بزمام قرية منشية الجمال تابعة لمركز طمية، مالهاش علاقة بطريق أسيوط الغربي. الأستاذ مدحت قال إن الأرض مملوكة، لأن الأرض أملاك دولة أساساً مش مملوكة ليه. هو الشخص اللي بينتمي للأستاذ مدحت أو اللي بيشتغل معاه بيقول إن أنا شاريها من جمعية ومخصصة لي من جمعية. التخصيص بيجي من وزارة الزراعة يا من المحافظة يا من وزارة الإسكان. المدير الطب البطري اللي كان موجود معانا يا سوائل قال إن الذبح وسلخ اللحوم وتشفيتها هو نفسه ما يقدرش يعرفها كانت لحمة مواشي أو لحمة حمير. محدش يقدر يميزها بالطريقة الفنية اللي بيتعامل بيها. يعني طريقة السلخ ده معناه ان اللي بيعمل كده بيعمله بشكل بحيث انه ما يبقاش في فارق بينها وبين اللحوم العادية اللي بناكلها، يعني مظبوط لحوم الجاموس والبقر. الى جانب 9 جزارين كل جزار بياخد 150 جنيه في اليوم، يعني ما يقرب من 1200 او 1300 جنيه يوم كل ذبحة، عشان خاطر يعني مبلغ كبير بيتذبح. لو هو هيطبع 10 او 15 كان كفايه جزار او جزارين. احنا لينا اكتر من 600 حيوان تاني حمار جاهز للذبح في مكان كله مملوك للدوله، لا في ترخيص من الطب البيطري ولا من المحافظه ولا الوحده المحليه تعرف عنها حاجه خالص. طيب بس دي يعني بتذهب للاسواق في القاهره الكبرى ولا جزء منها في الفيوم ولا ما حدش عارف بقى بتروح فين؟ هو المعتاد ان في جزارين بيسمى بجزارين الوقيع. جزاره الوقيع ديت اللي بتذبح الحيوانات النافقه او حيوانات الحمير وتبيعها في الاسواق باسعار اقل او للمطاعم اللي هي المطاعم الدرجه الثانيه في بعض في القاهره الكبرى وفي المحافظات. طيب محمود خليك معايا. كابتن مدحت كوتا يعني اهو مراسلنا في الفيوم بيقول الحقائق كما حدثت وبيؤكد انها مسلوخه بشكل ما يبقاش في فارق بينها وبين اللحمه العاديه اللي بيتناولها البشر. يا استاذ وائل مع احترامي لسعادتك، ازاي مش باينه من اللحمه الثانيه زي لحمه الحمير او اي لحمه غير اللحوم بتاعتنا بتبقى زفره، حته زفره وشكل مخدة الحمار بيبقى باين عن فخدة العلي او الجاموسه. ازاي؟ كل سلخ واحد، هو السلخ دي اشكال والوان، السلخ هو كل واحد، لما بيسلخ سوري الحمار او بيسلخ البهيمه اللي هي الجاموسه او البقره بتتسلخ كلها سلخ واحد، هو ده اللي سلخ وده اللي سلخ. وانوسه بنت كمان عايزه تتكلم حضرتك. مين؟ مساء الخير يا استاذ وائل. مساء الخير. مع حضرتك انوسه كوتا مدربه الاسود. اهلا بيكي يا انوسه، اهلا بيكي، اتفضلي. اهلا بحياتك. انا معلش بعد اذنك انا عايزه بس انوه عن الموضوع. انا شايفه ان الموضوع خد اكبر من حجمه والناس بتتكلم. لا لازم ياخد يا انوسه، لازم ياخد اكبر من حجمه، ده صحه البشر. لحد الاخر. لا صحه البشر. صحه البشر، انا طول الوقت انا موجودة لإطعام الحيوانات دي، أوكي؟ يعني أنا طول عمري بأكل الحيوانات دي لحم حمير أو لحم خيول، وده معروف عني، وأنا وبمثل كمان والدي في عقد تغذية من وزارة الثقافة، بتقول الكلام ده، وفي خطاب برضو بيأكد إن اللحوم اللي بتتنقل من المكان ده لمكان السيرك دي لحوم الحيوانات. فأنا ليه الموضوع كبير قوي؟ لأنه الراجل مش عامل إجراءات قانونية، المكان مش مرخص، مفيش تصاريح الذبح. دقيقة واحدة. لا يتم في وجود طبيب بيطري. تمام، وانا لما بتنقل بسيرك ان انا بنزل بعروض بشهر مثلا في سيرك في اسكندريه او سيرك في دوله في اي قريه ثانيه او مركز، فانا بقوم دلوقتي بعمليه الذبح داخل السيرك وبرمي المخلفات في مكان ثاني، هل كده معناه ان انا الطب البيطري في كل بلد بنزلها بالسيرك؟ ما هي السيرك متنقل، في سيرك قائم وفي اللي هو مقائم. لا يعني هو ذبح الحمير لا يحتاج لتصاريح ولا تراخيص؟ انا طول عمري حضرتك احنا بنذبح في قلب السيرك وبناكل الاسود وخلاص على كده، هل كده ان في نقطه ذبح؟ هل كده ان في الطب البيطري بيجي لي؟ مفيش الكلام ده كله، ليه دلوقتي ابتدينا نتكلم ونقول الكلام ده؟ ده الناس في النيابه متهمه بسبب كده. ايوه ليه؟ ليه رعبين محبوسين في النيابه بسبب كده؟
ليه؟ ليه؟ انا موجوده مأجره قطعه ارض من الشخص ده عشان بقوم بذبح الحيوانات الخاصه بيا وخاصه بجدي وخاصه بكل افراد العائله، لان انا بنتمي لعائله كبيره في فن تدريب الاسود. ليه حضرتك ليش مكبرين الموضوع؟ ليه؟ لانه مكبر الموضوع، لانه الراجل بيذبح فيه 600 حمار كانوا جاهزين للذبح في بطن جبل في مكان مش واخد تصاريح ولا تراخيص، ولا هو انا اللي مكبر؟ ده الامن اللي القى القبض على الناس وقدمهم للنياابه. انا ممكن ابعت لحضرتك عقد الايجار بالمكان القطعه بكل التفاصيل، مفيش كل الكلام اللي حضرتك بتتكلم فيه. وانا بكلمك دلوقتي وانا موجوده في النيابه، لان في مهاترات وفي انتوا في النيابه؟ ده مدير الامن بيقول لي انا ما عنديش ما يمنع، ما عنديش ادله تؤكد انه، لانه المكان ليس مرخصا، مفيش تصاريح. انا حضرتك دلوقتي دي انا ببتدي دلوقتي اعمل فيها مزرعه للحيوانات المفترسه، يعني هم لو كانوا تعبوا نفسهم مشوا 3 متر في ظهر المكان اللي هم دخلوا قعدوا يتصوروا فيه بابوره، كانوا ممكن يبصوا ورا يشوفوا فيه مباني اسود مخصصه للحيوانات اللي هي اوريدي. نعمل كل حاجه بس بالتصاريح القانونيه. تمام، مفيش مشكلة، أنا معايا عقد ومعايا عقد تغذية من السيرك ومن وزارة الثقافة بتقول أنا ليا الحق إن أنا أكل الأسود، فأنا بأكلهم على الأساس ده، أنا لا تعديت على حد. يا نوسة أنا محدش معترض على إن أنت تأكلي الأسود، الأسود في النهاية. طب أنا دقيقة واحدة، أنا دلوقتي عندي مشكلة تانية، الأسود حياتك دلوقتي عمل عملية دفن 20 حمار دلوقتي في الأرض، أوكي، الحيوانات عندي بقالها 3 أيام ما أكلتش. أنا دلوقتي المفروض أعمل إيه بعد الأسود اللي هي المفروض الحمير اللي هي بتدفنت دلوقتي؟ أنا هكلف نفسي تاني إن أنا أجيب فيه حمير وأذبح تاني وأكل تاني؟ فين الدولة؟ الدولة بتديني كام عشان أعمل كل الكلام ده؟ طب من أسباب حدوث الحوادث المدربين الحيوانات المفترسة هو السبب ده، طب أنا مش فاهم المفروض أعمل إيه؟ لما بروح أنا كل اللي أنا بطلبه دلوقتي وحضرتك موجود وبتسمع والمسؤولين بتسمعني، أوكي يعملوا لي أنا بالنسبة لي نقطة ذبح خاص ليا تحت طبعا الشرطه. خلاص يتم تقنين ده وترخيص ده اوكي، ما احنا ابتدينا نروح للهيئه وابتدت الهيئه تطلع في كلام غريب. طيب نوسه انا مشكلتي انه اللحوم اللي موجوده دلوقتي في الجبل ده هل انت مسؤوله عنها؟ هل هي تحت اشراف؟ هل تضمني؟ ايوه ما هي دي واحده، يعني هي تحت اشرافكم؟ دي واحده ايوه، هي المفروض الحيوانات دي مخصصه للاعدام، اللي انا باخدها باكلها للحيوانات المفترسه وبنظف البيئه. انت بتاخده جزء ولا بتاخديها كلها؟ لا باخدها كلها عندي المزرعه. ايه اللي يضمنك انه انت واخداها كلها؟ لاني انا الحيوانات دي في جزء من الحيوانات الحنين اللي هي اللي بتكون اللي هي اللي بتكون خلاص قايله للصوت او هتبتدي تموت باخدها ان انا اذبحها. يعني الجزارين اللي بتذبحوا ده وصاحب المكان بيشتغلوا عندكم؟ مين الجزارين بيذبحوا؟ مش فاهمه. ما هو في جزارين تم القبض عليهم متقدمين للنيابه بتهم الذبح حمير بدون تصاريح تراخيص. انا عندي المساعد بتاعي دي واحده، انا عندي المساعد بتاعي بخوله في حته ان هو يجي يجيب لي عدد 6 ولا 7 اولاد يقوموا بذبح الحيوانات علشان اقدر اخدها اوديها للسيرك تتنقل على هناك. ايه بقى كل المشكله الكبيره المعموله وانا موجوده بنفسي في النيابه؟ يعني زي ما كناش يعني لو لقينا مكان بيتم فيه ذبح حمير وانا مش عارف الحمير دي رايحه فين، تقولي ازاي ايه المشكله؟ لا مفيش حمار بيخرج او مفيش حته. اذا كان انت مش موجوده مين قالك؟ يعني لو تحت اشراف، لو انت مسؤوله. لا بدليل ان انا وصلت، لا انا وصلت حضرتك يعني انا مش عارفه اقول لحضرتك ايه، بس هو انا كنت موجوده وانا المفروض بعد ما انا وصلت للخط والناس كانوا كلهم ماشيين حتى قلت لهم انتظروني. طب ايه المانع انه الناس تعمل تصاريح؟ يبقى المكان مش في الجبل. حضرتك انا ما عنديش مشكله، انا ماشيه بورقي حضرتك، انا ماشيه بورقي اللي بتقول ان انا مفيش حمار بيخرج من المنطقه دي غير تحت اشرافي انا. يعني حضرتك ما مسكش حمار خارج، انتوا جايين في مكاني وبتتكلموا. مدير الامن بيقول مفيش اوراق بتثبت ان الحمير دي رايحه للاسود. انا في النيابه دلوقتي حالا معايا اوراق اللي تثبت الكلام ده، انا مش بتكلم كده وخلاص. طيب انا عندي الكلام ده خلاص. النوسة خلينا نسيبها بقى للنيابه، نشوف الى اين اتجهت لحوم الحمير، الى بطون الاسود ام الى بطون البشر ام اليهما معا؟ يعني المشكله كمان انه ممكن يكون جزءا بيتجه هنا، وكمان عمليات الذبح لا يمكن يكون ده يتم كده بشكل عشوائي، اي حد بيذبح ويبعت يعني ويكيس ويبعت يعني ايه الضمانه انه هذه اللحوم لحوم الحمير لم تذهب؟ يعني مدير الامن نفسه بيقول انه ده ادعاء، مفيش عندنا ما يؤكد انه دي رايحه للاسود فقط، يعني ربما اتجهت الى اماكن تانية. بتوجه لكم جميعا بالشكر.
اهتمينا بهذه القضية لأنه صحة البشر، هناكل لحم حمير في النهاية، إيه اللي بيضمن أنه هذه اللحوم 600 حمار اللي جاهزين للذبح، وهل الأسود يعني مستنية 600 حمار ولا، وإيه الشكل القانوني اللي يمكن أن يتم اتخاذه؟ يعني مكان بلا وسائل قانونية وبلا غطاء قانوني وسايبينه بهذا الشكل، وبعدين يتم القبض على الناس، ويبتدي البعض يقول لماذا هذا الهلع. طبعا لازم يبقى فيه هلع وفاق.